في مصيبه سودة كمان يا دكتوره مروه، ساعات الواحد بيتكعبل فيها كده وهو ماسك الريموت. في قنوات كتير بتبقى يعني في قنوات بالكامل مخصصه للنوع ده من الاعلانات، وفي قنوات تانية مثلا قنوات افلام بس اعلاناتها دايما بتلاقي ايه، بتلاقي شخص شكله كده غير موثوق فيه بالمره، ما شكلوش انه عدى حتى من قدام بوابه كليه الطب في يوم من الايام، وبيعرض على الناس وبيرشح لهم دواء معين ما تبقيش عارفه اوله من اخره، معمول في بير السلم. صح، هي كلهم معمولين في بير السلم، وكلهم تلاقي العلامه المائيه في كده، عارف حاجات كده العلامه المائيه، وكلهم زي ما نقول حاجات مضروبه اللي هي بير السلم، وفيها مواد اصلا باند، يعني المنظمات العالميه سحبت من السوق. طب ليه بقول للناس فكروا لو في فعلا الحاجه السحريه، الحبه السحريه ولا النقط، انت بتسمع بقى النقط الحارقه وعشب مش عارفه ايه. اول حاجه شركات الادويه المحترمه ما خدتهاش ليه عالميا؟ سيبك من مصر مثلا، يعني كنا حلينا مشكله السمنه اللي كلنا طالعين هنا فيها في العالم بامراضها بحالها بمحتلها. تاني حاجه، طب ليه في عمليات سمنه؟ ما اي حد تخين 200 كيلو ياخد العشبه السحريه والدواء السحري لو هي حاجه امنه، والنقط الحارقه والنقط دي اهم حاجه، ولازم 10 نقط، لو 11 نقطه خطر طبعا. فطبعا دي بجد بهايلايت عليها، لان بقعد مع جراحين سمنه لان هم دول اللي بيروحوا لهم باللي كانوا عايزين يخسوا. مشاكل لا حصر لها، الناس مش واخده بالها، تقول لك ايه رشا ورانيا وفؤاد وحسن خدوه ما حصل لهمش حاجه. احنا الناس دي ما مش بتعمل هايلايت للناس اللي حصل لها مشاكل. الناس اللي حصل لها مشاكل احنا بنعرفها كدكاتره من بعض اكيد. دكاتره كبد، اساتذه كبد كبار، كم مشاكل لتليف كبد ومشاكل لا حصر لها، لان اي ماده كيميائيه بتخش الجسم بيتخلص منها عن طريق الاعضاء الموجوده. احنا بنقول الانتي بايوتكس والحاجات الطبيعيه، ما تدوش ولادكم كتير، بلاش ادويه عماله على بطال، لان الحاجات دي لود على الجسم، الجسم بيتخلص منها. بالك اما ادي حاجات مواد ممنوع استخدامها طبعا. فبجد الناس لازم اللي عايز يخس او اللي عايز يتخن، الاثنين هيعملوا مجهود، يعني مش بالنيه، النيه حلوه وجميله جدا طبعًا. بس تملي بنقول في فرق بين اللي عايز واللي قادر. كل الناس عايزه اي حاجه، لكن مين اللي قادر؟